اللقاءات الاخرى شاهدت تفوق حتى الان. الجوله القادمه ان شاء الله فجر الاربعاء، اكوادور بوليفيا، اوروجواي كولومبيا، اوروجواي ارجنتين، برازيل فنزويلا، وبيرو تلعب امام منتخب تشيلي. جيفرسون حارس المرمى، كره في القائم. الشوط الاول كانت من اليكسيس سانشيز، والهدف الاول ياتي عن طريق برجاس. كره في القائم في الشوط الاول وكره في القائم في الشوط الثاني، ولكن امامنا اهو اللاعب ادواردو برجاس يسجل الهدف الاول في اللقاء عشان تتقدم تشيلي في هذه الكره الثابته الرقابه غائبه، ومن كره ثابته تسجل تشيلي الهدف الاول في المباراه عن طريق المهاجم ادواردو برجاس المنتقل من نابولي الى هوفنهايم. امامنا هو يسجل اول اهداف في المباراه. شوف الكره الثابته اللي المفروض فيها رقابه، اللي المفروض فيها يعني نوع من الالتزام الدفاعي، لكن غابت رقابه ميريندا ورقابه ماركينوس، وهنا امامنا هو برجاس وجيفرسون. الكره ليست قويه ولكن كره من مسافه قريبه، ادي امامنا هي الكره وجيفرسون، وكره الى داخل المرمى، الكره في الشباك، كرة ملعوبة من ماتياس فرنانديز، وأمامنا هو برجاس لمس، والكرة في مرمى الحارس اللي بيعني حاول في الكرة، ارتطمت الكرة في القائم أمامنا هو وإيد الحارس عفوا ليس القائم، ترتطم في إيد جيفرسون اللي يكملها داخل شباكه عشان يتقدم. هروب من ماركينوس والكرة ترتطم في يد الحارس والكرة في الشباك. منتخب لاروخا يتقدم على منتخب السيليساو في نتيجة تبدو، ولكن البرازيل ابدا ابدا تبرد ولكن لن تموت، ولكن هدف صعب، هدف صعب، هدف صعب، هدف صعب عن طريق اليكسيس سانشيز بثنائيه. المنتخب يؤكد 3 نقاط، يؤكد منتخب لاروخا التفوق في لحظات تبدو ليست هي لحظات البرازيل. غابت البرازيل عن التالق، فغاب مقطعة كرة القدم وغاب التألق، لكن النهاردة التألق كان للأرجنتيني سان باولي ونجوم منتخب تشيلي اللي بيسجل له أليكسيس سانشيز بقى عشان يواصل التألق. الهدف الثاني في اللقاء فارجاس في الدقيقة 72، وأليكسيس سانشيز في هذه الكرة وفي هذه اللقطة اختراق والتفوق والزيادة العددية هنا في اللقطة الماضية. وأمامنا هو أليكسيس سانشيز وفيدال في هذه المباراة الكبيرة الذي يحقق من خلالها منتخب تشيلي 3 نقاط وفوز لم يتحقق. شوف الهجمة السريعة، ادي ماتياس فرنانديز، هنا الفارق هي السرعة، هنا السرعة وانطلاقات أليكسيس سانشيز، ويعمل كرة جميلة جدا، وادي كرة فيدال، أليكسيس سانشيز ترتد الكرة من المدافع ميريندا، وكانت في اللقطة الماضية بقى فرصة، ادي امامنا الإعادة، وشوف هنا فيدال يعملها بمنتهى التفاني إلى أليكسيس سانشيز. الأولى فشلت ولكن الثانية جت لتؤكد هذه الكرة التفوق المستحق لمنتخب لاروخا. بص شوف فيدال أليكسيس سانشيز ومنتخب البرازيل، قليل الحيلة وقليل الحلول النهاردة في مباراة اليوم أمام هذه المهارة وهذه الروح العالية والإصرار والرغبة الأكبر للفوز اللي تحقق بهدفين مقابل لا شيء. الهدف يعبر عن الإصرار في هذه المساحات مع اندفاع برازيلي ترتطم الكرة الأولى.